اهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله اسلحه الجيش المصري، واللي بنتكلم فيها في الموسم ده عن اسلحه الجيش الخفيفه. والنهارده ان شاء الله هنبدا كلامنا عن الرشاش اف ان ماج البلجيكي. ورشاش الاف ان ماج هو رشاش متعدد الاغراض، تم انتاجه بواسطه شركه اف ان البلجيكيه، وهو رشاش متعدد الاغراض تم انتاجه في خمسينيات القرن الماضي. وبيستخدم الرشاش ده في أكتر من 80 دولة حول العالم، وشهد معظم الحروب في العقود الأخيرة. وهو رشاش متعدد الأغراض وبلجيكي الأصل، وتم إنتاجه في خمسينيات القرن الماضي، وتم إنتاجه في مصنع اف ان هيرستال، وتم إنتاجه أو صنعه من سنة 1958 لحتى الوقت الحالي. الكمية المصنوعة من السلاح ده هو 200 ألف وحدة، ووزن الوحدة الواحدة 11 كيلو جرام، وطول الرشاش حوالي 1263 ملي، وطول السبطانة حوالي 630 ملي، وعرض السلاح حوالي 118.7 ملي، وارتفاعه حوالي 263 ملي، وعيار الطلقة الواحدة حوالي 7.62 ملي متر، وارتداد الطلقة حسب المسافة اللي موجه ليها، والمدى الأقصى أو السرعة القصوى للطلقة حوالي 3725 متر، وسرعة الرمي من 650 ل1000 طلقة في الدقيقة. لو هنتكلم حسب نسخ الرشاش، فنسخ الرشاش ده في منه نسختين، نسخة للمشاة ونسخة للمروحيات. أما بالنسبة لنسخ المشاة فهي النسخة 60 والنسخة 20 مشاة، والنسخة 60 والنسخة 30 مروحيات، وفي نسخة تالتة وهي نسخة خاصة بالعربيات المدرعة، وهي النسخة 60 والنسخة 40 مدرعات. وأبرز الدول المنتجة للسلاح ده والمستخدمة ليه هي جمهورية مصر العربية، واللي بيتم تصنيعه في شركة المعادي للصناعات الهندسية. والنسخة المصرية من السلاح ده هي نسخة MAG. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية أكمل كلامي معاكم عن سلسلة أسلحة الجيش المصري، وبالتحديد أسلحة المشاة. وهتلاقوا كل الكاب بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.